وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، هنأ خلالها الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم في الدولة. السلام عليكم أبنائي وبناتي الطلبة وجميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في الدولة، أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. عيالي، بداية أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته، قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم. أبنائي وبناتي، أنتم مستقبل هذا الوطن، والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا حاضرها ومستقبلها. واليوم أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها. ومن المهم أن نركز على التعاون بين الأسر والمدارس، فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا. وأريد أؤكد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية. بارك الله فيكم أبنائي وبناتي، وأتمنى لكم عاما دراسيا موفقا وناجحا للجميع.